صباح الخير عليكم خوتي وجميع المشاركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة هوريسات. كما العادة اليوم رانا اليوم 6 مارس 2018، راهي الساعة تشير الواحدة بتوقيت الجزائر بيان سور. راح نشوفوا حالة أطلس بتحديث 304 1304. شوفوا الحالة تاع القنوات اللي راهي يفتحها اليوم، مع اليوم مع العلم اليوم الشامبيونز ليغ. خوتي راني ندير هذيك، راني حاجب لي حاجب الفوق لانه مشكله تاع لي دروا دوتور. فوالا كيما راكو عارفين وكيما راكو شايفين تي اف ان ما بقاتش بتاتا في استرا، راهي موجوده في اوتبرت. صرات لها مشاكل مع لي كانال بلس كيما راكو تشوفوا. لي شانتي انتي توجور خوتي ما حبسوش في هذا، فرانس 2 فرانس 3 فرانس 4 فرانس 5 ام 6. ولكن على حسب ما راني نشوف خوتي التشفير الديكريبتاج راهو شويه ثقيل في اطلس. روماركيتو هذه واحد الايام، ولكن كما راكم تشوفوا خوتي ما راش يحل فيت في هذا هو. فوالا نضربو دورة على قناة بين سبور الفرنسية. كما راكو تشوفو خوتي ولا جديد فيها. هذه مدة أيام قرينا واحد سمعنا واحد لي فيديو قرينا على فلي فوروم بلي راه كاين حاجة جديدة إن شاء الله في الأسابيع القادمة. راها كاين تحديث جديد، راهم يحوسو جوست كيفاش يحميو الجهاز تاعهم باش ما الاجهزه الاخرى والشركات الاخرى ما يسرقوش من عندهم. هذا هو كما راكو تشوفوا مملكه نات بلس خوتي والو على جهاز اطلس اتش دي 200 والو خوتي. كما راكو تشوفوا القنوات الاسبانيه ما حبسوش كما نعرفوا، ما حبسوش كاع في التحديثات وكاع في الاجهزه. هذا توجور toujours marche maman. كيما راكو تشوفو toujours خوتي ça marche très très bien فيهم. دي فوا مانيش حاب نطول باش ما نوقعوش في المشاكل تاع لي درو اوتور، باش لي اليوتيوب ما يحبسناش الفيديو ونكون toujours في الخدمه معاكم خوتي. هذا هو الان نضربو دور على فواياج لي شان دوكيمونتير. لا فواياج مش مفتوحة حتى هي. انا هذا هو حاجة جديدة في اطلس اليوم، ما كاش حتى جديد. ونتمنى تكون حاجة جديدة ان شاء الله في اليوتار. نشوفو انيمو انا سامارش. شوفو لي كانابيس انا كانابيس سامارش، يعني بالدليل بلي راه كاين حاجة راه تنخدم في الخفاء في سيرفر كينغ، يعني راه كاين حاجة جديدة ان شاء الله في الاطار. هذا هو واش قرينا في لي فوروم، قرينا وشفنا لي فيديو خوتي. ما نطولش عليكم، نقول لكم نهار سعيد وكاش حاجه جديده ان شاء الله. راني رايح ندير لكم فيديو وندير لكم تعليقات جداد ان شاء الله. السلام عليكم وبقيه نهار سعيد، وما تنساوش ابوني معنا. جزاكم جديد.